السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن البنوك السويسرية التي تمتلئ بأموال الجزائريين المنهوبة والقنصل العام يدعو الجزائريين في جناف وسويسرا للتبرع في البداية أن الهبة الشعبية التي قام بها الجزائريون من خلال جمع التبرع ومن أجل شراء الأكسجين والأجهزة الخاصة بالأكسجين مذهلة بمعنى الكلمة حيث أقبل الجزائريون بكثافة ينحوا من خبز أولادهم نسوي تتبرع بذهبهم من أجل أنه يديروا يوفروا الأكسجين ويوفروا الأجهزة والمضخات تبع الأكسجين حقيقة صور أثبتت وتؤكد مرة أخرى أن لدينا شعب عظيم الشعب الجزائري الذي في الأزمات تلقاه على قلب رجل واحد رغم محاولات تفكيكه وتفتيته رغم محاولة النظام بحد ذاته لتمزيقه ويخليه شعب يكره بعض وشعب ما يلتحمش مع بعض لكن رغم كل ذلك عندما تقع أزمة تلقاهم على قلب رجل واحد وعلى قلبي امراه واحدة شفناهم كيف جمعوا التبرعات في عده ولايات اموال آه، وشاهدوا هذه الصور من ولايات مختلفه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه احنا اليوم رانا في جلسه خير رانا في واحد الجماعه بسم الله ما شاء الله كما تعلمون عبر هذا الصفحة صفحة على الخير تلمينا بالتنسيق مع مكتب الهلال الأحمر الجزائري لبلدية وادي الماء قمنا بإطلاق المبادرة الثانية المتمثلة في اقتناء مولد الأكسجين حنا المبادرة هذه اطلقناها واتكلنا على سيدي ربي على ربي سبحانه وثقنا فيه الأولى وفي أهل الخير وجود الكرم في بداية الأمر قدر الحاجة كي تسمع الشيفر تاع زوج ملايير 100 نتاع المولد الأكسجين تخاف وتخدع وتقول ما عم قدر ربي ما يوفقش الحاجه هذه قدر هذيك قدر هذيك ولكن كاين ربي سبحانه الاول وكاين اهل الخير والجود والكرم حنا لمينا البارح مبلغ نتاع 220 مليون هذا هو المبلغ اللي كان عندنا واليوم لمينا 150 مليون حسبناها مازال ما ديكلاريناهاش على كل حال يعني في المجموع قد عندنا 370 مليون ودركا جاتنا مكالمه من شاب من شباب الخير واحد من اهل البلديه تاعنا إنسان مقيم بالعاصمة هذا الإنسان جانا وعيطنا قبل قليل وجاتنا واحد المكالمة جد مفرحة قال لنا وراكم قلنا لهم في البلاصة الفلانية جاء ومعاه شكرا نتاع دراهم قال لك علاه الحاجة هذه باش نعاون أهل المنطقة نتاعي لأنه سبحان الله تفرج الفيديوهات وشاف الأمورات هذوك وشاف المشكل تاع الأكسجين هذاك حتى حرك قلبه قال كيفاه أنا أعطى لي ربي الفضل هذا ونخلي أهل المنطقة نتاعي بالطريقة هذه ما تصلحش الحمد لله الامور تمشى كما ينبغي وبارك الله في المحسنين اللي كانوا توافدوا علينا هنايا وعاونوا بالشيء اللي قدروا عليه كان واحد المحسن عاوننا بالماء ولي جي كان واحد المحسن كذلك عاوننا بزوج تاع لي بلاطون تاع العنب كان واحد المحسنه بارك الله فيها عاونتنا بواحد الشدات تاع الماء كان واحد المحسن كذلك عاونا بواحد المبلغ مالي شريناه ريفي طايما كان محسن اخر كذلك كان مشال للحانوت جاب لنا صوالح نحتاجوهم المبادره هذه جماعه راهم دايرينها يوميا للعشاء يوميا يحضروا العشاء لكل طاقم المستشفى من اطباء ممرضين عمال المرضى المرافقين تاع المرضى المجتمع المدني الجماعه اللي راهم يمشيو تما يعاونوا كل طاقم طبي والطاقم الاداري وجماعة اللي راهم واقفين مع المرضى كلهم راهم قايمين بهم بالعشاء تاعهم مبادره هذه ان شاء الله تكون يوميا وبارك الله في جماعة بارك الله في المسلمين نعم هي مشاهد تعبر عن نفسها مشاهد تؤكد مدى إحساس الجزائريين بماسي بعضهم البعض حقيقة لا أجد الكلمات التي تعبر عن هذا الموقف لكن في المقابل من المفروض ألا نصل إلى هذا الحال. دولة غنية بالنفط، دولة غنية بالغاز، دولة في عقدين من الزمن دخل خزانتها أكثر من 1500 مليار دولار. أتدرون وش راح تدير 1500 مليار دولار؟ راهي تعيد بناء أفريقيا مش الجزائر فقط. تخيلوا 1500 مليار نقسموها على 48 ولاية اللي كانت آنذاك. نحو 31 مليار دولار لكل ولايه على بالك 31 مليار دولار راهي ميزانيه بعض الدول راهي تعيد بناء للجزائر تحولها الى جنه تحول كل الولايات مثل دبي ومثل نيويورك ومثل العواصم العالميه الكبرى. للاسف الشديد ابتلى الله الجزائر بهؤلاء اللصوص ماذا عن العصابه؟ ماذا عن الفساد تحديدا؟ هل تم لجم حجم هذا الفساد أم ما زال موجودا؟ لازلنا نكتشف لازلنا نكتشف يعني حجم كان حجم رهيب مئات الملايير الدولارات اللي تنهبت وخرجت للخارج. البعض ظاهر منها والبعض غير ظاهر تقدرش تعرف هي الدولة استثمرت ما يقارب الألف مليار دولار من بداية الألفينات الاوروبيين يقولوا ان حجم تضخيم الفواتير فقط يساوي 30% الدولار راهي تجعل الجزائر جنه على مدار قرن الناس تعيش في بحبوحه الناس تعيش خمس نجوم تتوفر لها كل شيء ويتكلمها وكانه شيء لم يحدث وهو الذي كان وزير منذ جال بوتفليقه الى الحكم وصل لدرجه وزير اول وتم الاستغناء عن خدماته بسبب تحركات مشبوهة فيها رائحة الفساد ومع مفسدين راهم بينهم اللي دخل السجن وخرج على العموم أيها الإخوة الكرام أنه في هذا الوقت في الوقت اللي يقول تبون راني خلوها عندي أنا عارف نرجع الأموال المنهوبة قبل هدر عنده خطة وما نقولش الخطة لأنه كنقول الخطة يديروا كونتر خطة <applause> سيد الرئيس بالحديث عن رموز العصابه بالحديث عن سجناء الحراش ربما اموال طائله سرقت ما هي استراتيجيتكم من اجل استرجاع هذه الاموال المنهوبة نوريك الخطه نتاعي انا هذه خليها علي انا شوف مجرد ما نعطيك الخطه يتاقلموا معها ويصيبوا لكونت لك خطه رانا قريب عامين من وصل للحكم وين هو واش رجعت؟ من 2019 وهو يتكلم جات الازمه هذه كوفيد لا واجهوا كوفيد لا داروا حلول لا استرجعوا الاموال وين هي الاموال المنهوبه؟ تروح ترجع لي شويه مقرات وشقق في بعض السفارات في بعض الدول يجري استغلالها من طرف موظفين في السفارات بطرق غير مشروعة وتقول لي رانا بدينا نسترجعه هذا كذب وبهتان لأنه لم يتم استرجاع أي شيء الأموال المنهوبة الحقيقية ما مسوهاش سواء في الداخل ولا في الخارج وين هي الأموال اللي استرجعتوها في الداخل جي وزارة العدل تعطي أرقام وفقدتو وشكون اللي صدقكم شكون اللي راح يصدقكم متى تسترجع الاموال المنهوبه كي ترجعوهم اللي في سويسرا على ذكر سويسرا في الوقت اللي سويسرا راهي بنوكها تعج باموال منهوبه من الجزائر مليارات المليارات انا نقولها لكم مليارات بمعنى الكلمه باسماء اشخاص ومسؤولين وكانت هذه الاموال تحول بموافقه من السلطات العليا في الوقت اللي هذا بدل ان القنصل العام عبد المجيد درايه بدل ان القنصل العام عبد المجيد درايه يتحرك ومن اجل هذا الامر ما يتحرك من هذا الامر بل انه يطالب الجزائريين المقيمين في سويسرا بضروره التبرع والمشاركه في دعم الجزائر في هذه الجائحه العالميه نعم واجبنا كجزائريين ان نتعاون واجبنا كجزائريين ان ندعم بلدنا الله غالب في كارثه ولكن في المقابل لا يمكن أن يكون ذلك يمر عبر قنوات الدولة قنوات النظام اللي هو نص لو نشوف الحفلات اللي يديرها وديرها السفارات الجزائرية في الخارج راهي بالملايين فقط حفلات وسهرات ومجون وعربدة وخمور في المناسبات الوطنية في أول نوفمبر يديروا حفل يسربوا فيه الشراب للناس والخمور في ذكرى الشهداء وفي ذكرى تحرير البلاد يحولوها إلى سهرات ماجنة، أعف لساني عن ذكر تفاصيلها. يعني أنت لم تتحرك من أجل أن تسترجع الأموال، ولكن تدعو الجزائريين إلى التبرع. والجزائري عندما يتبرع إلى عائلة واحد مسجون بتهمة الحراك الشعبي، يعتبروها تمويل من الخارج. ويعتبروا يلحقوها حتى، يلحقوهم حتى باسم الإرهاب. يعني في رايكم تبرعوا للجزائر الجزائر, الجزائر أولاً قلت لكم ما تتبرعوش إلى عبر القنوات الرسميه ثانيا العراقيل التي تحدث الناس جمعت اموال ومن اجل انه يستوردوا العتاد الخاص بالاكسجين وجدوا صعوبات ووجدوا عراقيل وراح يلقوا اكثر مما يمكن تخيله في عمليه تحويل الاموال وفي النهايه رايح الامور ترجع الى احد بارونات الاستيراد والتصدير الذي يجدها فرصه ثمينه يستورد هذا العتاد ويبيعه ويربح المليارات على حساب الجزائريين الذين اختنقوا وماتوا في غرف الانعاش. ماساه حقيقيه، الجزائريون يتبرعون شيء جميل. الجزائريون يهبون على قلب رجل واحد وقلب امراه واحده لمواجهه هذا التحدي الكبير. لكن اين النظام؟ أين الأموال المنهوبة؟ أين الميزانية الخاصة؟ يجي الآن وزير الأول يقول لك راح نستورد العتاد الخاص بالأكسجين، لماذا ما استوردتوش من قبل؟ يعني حتى يبدو يموتوا الجزائريين ويختنقوا، حتى يصبحوا ناس مخلوا أولادهم يتامى، حتى تموت عائلات فيهم عائلات ماتوا بالكل، يعني كي تحدث هذه الكوارث تبدو تفكروا. في التسعينات حدثت حرب أهلية. الناس كانت تطالب بالحل السلمي والحوار قبل ما تنفلت الامور يجي واحد مثل احمد ويحيى فاسد ومفسد وغيرهم يقول لك لا ويجي واحد احمد عطاف راه كان وزير الخارجيه اه لا حدث الحوار لا حدث يجب القضاء ويجي واحد مجرم مثل العماري اللي تم تكريمه مؤخرا في شرشال يقول الحل هو الدم عندما تغرق الجزائر في الدماء ويموت ربع مليون جزائري اه يقول لك هو الحل هو المصالحة. نظام يفكر بهذه الطريقة الإجرامية لا يمكن أن يبني دولة فبدل أيها المسؤولون تتحركوا تخصوا ميزانية هذا الأمر من المفروض أن تستوردوه أنتم في ظرف قياسي لا ما تستعملوش وتزيدوا تدعوا الجزائريين باش يتبرعوا حذاري أيها الجزائريون أن تعطي فلس واحد إلى جهة رسمية في الدولة لأنها جهة لصوص إذا كانت المال العام وسرقوه حتى هذا راح يكون مصير العبث وبعد ذلك يروح يجيب احد بارونات اللي يقفوا هما وراه يستورد لكم هذا العتاد ويستفيد منه افتحوا المجال للناس خلي تجيب تجيب هذا العتاد خليهم يجيبوا يجيبوه بطرقهم الخاصه فيهم جزائريين موجودين في الخارج مستعدين يوصلوا هذا العتاد الى الجزائر افتحوا الحدود ولكن للاسف ابتلينا بمافيا ابتلينا بعصابات بمعنى الكلمه سفارات ما عندها ما تقوم بشيء تشوف الاموال التي تصرف في السفارات تخيلوا يوظفوا في الناس هكذا بلا سبب وهذا يجيب في مرأة عنده علاقه مشبوهه معها يعطي لها وظيفه وشهريه كبيره وهي قاعده لا تقدم ولا تؤخر شيئا واحده تلقاها حفافه مع احترام الحفافات في وقعها في الخارج حفافه يجيب يوظفوها ويطلعوها لدرجه سكرتيراً نتاع السفير وهي لا تملك اي خبره والمراه التي تملك خبرة يقصيها لأنهم أرادوا مآرب أخرى ولم يحققوها قنصليات شوفوا الجزائريين كيف يهانون في القنصليات والسفارات وبعد ذلك يجي ويطلب المساعدة التغيير كان هو العلاج الوحيد للجزائر وهذا العلاج هو كان الترياق الوحيد الذي سينقذ الجزائر ولكن ما دام فيها عصابات، لانها تدرك تماما انه لو حدث التغيير سيحاسب هؤلاء على فسادهم ونهبهم للمال العام، لذلك عملوا كل ما في وسعهم من اجل ان يجنبوا التغيير ويتجنبوه، ان يحرموا الجزائر من هذا التغيير وايضا يعاقبون الجزائريين على تحركاتهم وحراكهم من اجل احداث التغيير. ايها المسؤول اذا كنت فيك رائحه المسؤولية والرجولة والوطنية تحرك من أجل استرجاع الأموال التي نهبها فلان وعلان ممن يعيشون في الخارج وتحت حماية من دوائر وأجهزة في الجزائر الدولة الآن حتى أموالها المنهوبة اللي في الداخل ما قدرتش ترجعها بل أنهم يجدروا يبرؤوا فيهم لأنها فتحت قضايا على أسس خاطئة والآن هنا سمعنا عبد الغني الهامل راهم قبلوا له الطعن ومن المحتمل جدا ان ياخذ براءه لماذا نقولها لكم لو يطبق القانون عبد الغني هامل ياخذ براءه لماذا أمش معناها ما عندوش فساد راه غرق في الفساد ودار رجله في الفساد هو وعائلته حقيقه ولكن بدل انه هو جنرال وكان مازال يدي في شهريته من خزانه وزاره الدفاع اذا تورط في قضيه فساد من المفروض يروح للمحكمه العسكريه وخايفين يروح للمحكمة العسكرية فيها حسابات أخرى. ولذلك فضلوا أن يغرقوه هينو في المؤسسة المدنية. المهم إخواني الكرام أن ما يحدث كشف أولاً أنه ما في جزائر جديدة ولا بطيخ، أن الذهنيات تبع المسؤولين لم تتغير، وأننا لا نمتلك كفاءات حقيقية أنجبتها الجزائر ما بعد حراكة، بل أن عصابات جددت بعضها البعض وللأسف العصابات التي قبل كانت قبل حراك 22 كانت اذكى بكثير من العصابات الغبيه التي جاءت بعد حراك 22. وهذا الذي سيؤدي بالبلاد الى التهلكه. نسال الله العافيه. نكتفي بهذا القدر، القاكم باذن الله في مداخله اخرى، الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله